إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي مباشرة معكم من هنا من أمام الكلية المتعددة التخصصات بمدينة أسفي استنفار أمني كبير متابعينا في هذا الأثناء بسبب احتجاج الطلبة على القرار ديال تحديد سن ولوج مباريات التعليم في 30 سنة. إذا كاين امطار الخير اللي كتساقط الان على حاضره المحيط كيف ما كتلاحظوا، مما خلات ان الاحتجاج يوقف وسط هذا الاستنفار الامني الكبير من طرف جميع الاجهزه الامنيه. اذا الطلبه متابعينا كيرفضوا على انهم يجريوا جميع الامتحانات ديالهم وانهم يدخلوا للكليه حتى يتلغى هذا القرار. يعني المطلب ديال 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 الطلبه واضح متابعينا، اللي هو الغاء قرار تحديد سن الوظيفه في التعليم في سن 30 سنه. اذا المطلب ديال الطلبه متابعينا اكرر انه يعني واضح، يعني كيطالبوا بالالغاء ديال القرار ديال الانتقاء والغاء القرار ديال تحديد سن الوظيفه في التعليم في سن 30 سنه. يعني نذكر جميع المشاهدين متابعي ومتابعات قناه شوف تيفي اننا مباشره معكم من هنا من امام الكليه المتعدده التخصصات بمدينه اسفي استنفار امني كبير متابعينا من طرف جميع الاجهزه الامنيه من اجل المنع ديال هذا الاحتجاج ديال الطلبه. اذا كيف ما كتلاحظوا ايضا متابعينا الاعزاء امطار الخير تتساقط اليوم بمدينه اسفي. يعني الله يعطينا الشتاء على قد النفاح كيف ما كيقولوا يعني الناس الهواله متابعينا الكرام. صحابة اخويا صحابة، نعم من حقنا اخويا نقولوا شنو هاك. مرحبا الله يبارك. إذن تحية خاصة أيضا لعناصر الأمن الوطني اللي كنشوفوا أنهم واقفين متابعينا رغم الأمطار اللي كتساقط في هذا الأثناء. واخ مرحبا